فالكتابة، التربية الأسرية، الصف الرابع الابتدائي، الفصل الدراسي الثاني. هنبدأ بالوحدة السابعة، بيئتي، ثم ننتقل بعدها إلى بداية الدرس الأول، الصفحة 10، العناية بالكتاب، ثم الصفحة 11، واجهة تجاه الكتب المدرسي، ثم ننتقل إلى الصفحة 12، وبعدها 13، حل النشاط 1 ثالثا، ثم هنستخدم إن شاء الله الصفحة 14، ثم إلى الصفحة 15، بيئتي، ثم ننتقل إلى النشاط 1 وحل النشاط 2، وبعدها هننتقل إلى الصفحة 17، صفحة 18، حل النشاط 3، وبعدها الصفحة إن شاء الله ننتقل إلى الصفحة 19، حل النشاط 4، ثم حل النشاط 5، صفحة 20، التطبيقات، الصفحة 21، وبعدها ننتقل إن شاء الله إلى الصفحة 22، السؤال الخامس، الصفحة 23، ثم السؤال السادس، الصفحة 24، السؤال السابع، الصفحة 25، وبعدها إلى الوحدة الثانية، وهي الوحدة الثامنة، مهاراتي في الحياة، كيف تنظمين وقتك، ثم حل النشاط 2، ننتقل إلى النشاط 4، صفحة 31، ثم كيف تكونين مجتهدة في الصف، ثم الصفحة 23، 33، صفحة 34، حل النشاط 2، حل النشاط 3، الصفحة 35، هننتقل إن شاء الله إلى النشاط 4، الصفحة 36، وبعدها إلى التطبيقات عامة، الصفحة 37. هيكون عندنا الصفحة 38، السؤال الرابع، ثم السؤال الخامس، الصفحة 39، الصفحة 40، السؤال السادس، وبعدها إلى السؤال السابع، الصفحة 41. هيكون عندي الوحدة التاسعة، وهي الوحدة الثالثة في هذا الكتاب، مجتمعي. ننتقل إلى إن شاء الله إلى الصفحة 44، آداب التعامل داخل المنزل، ثم هننتقل إلى الصفحة 45، وبعدها إلى الصفحة 46، هيكون عندنا حل النشاط 3، صفحة 47، ثم ثالثا معاملات الأقارب، الصفحة 48، بعدها ننتقل إلى الصفحة 49، حل النشاط 5 راح يكون عندنا الصفحة 50 والصفحة 51، هننتقل بعدها إلى كيف أختار صديقاتي، الصفحة 52، حل النشاط 1، حل النشاط 2 و3، صفحة 53، ثم تطبيقات عامة، الصفحة 54، هيكون عندنا السؤال الثاني والرابع أو الثالث والرابع، الصفحة 55، الوحدة العاشرة، مهارات يدوية التطريز، الصفحة 58، بعدها ننتقل إلى الصفحة 59، صفحة 60، نشاط 2، وبعد النشاط 3، الصفحة 62، هيكون عندنا إن شاء الله صفحة 63، بداية الدرس التطريز، ثم الصفحة 64، صفحة 65، تطبيقات مختلفة لغرز التطريز، وبعدها عمل لوحة جدارية، الصفحة 66، تطبيقات عامة راح يكون صفحة 67، ثم السؤال الثالث صفحة 68، ننتقل بعدها إلى الصفحة 69 خامسا، ثم الوحدة 11، غذائي، هيكون يدي الحليب الصفحة 72، وبعدها إلى حل النشاط 1 و2، الصفحة 73، صفحة 74، حل النشاط 4، ثم ننتقل بعدها إلى الصفحة 75، صفحة 76، ثم أصناف من الحليب، الصفحة 78، صفحة 79، ثم حل النشاط 1، الصفحة 80، ثم تطبيقات عامة، وسؤال 2، عللي، الصفحة 81، صفحة 82، حل السؤال الثالث والرابع، وبعدها إلى السؤال الخامس، الصفحة 83، الوحدة 12، ترشيد الاستهلاك، صفحة 86، بداية الدرس، ترشيد استهلاك الماء، ثم هننتقل بعدها إن شاء الله إلى الصفحة 88، نشاط 3،
ثم النشاط 4 صفحة 89، بعدها الصفحة 90، هننتقل إن شاء الله النشاط 5 الصفحة 91، هيكون عندي صفحة 92 نشاط 6، ثم تطبيقات كتاب الأسرية صف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثاني، وبدأنا بالوحدة الأولى وهي الوحدة السابعة، حيث بدأنا ببيئتي، ثم انتقلنا إلى الوحدة الثانية في هذا الكتاب، الوحدة الثامنة مهاراتي في الحياة، الوحدة التاسعة مجتمعي، ثم مهارات يدوية التطريز، ثم انتقلنا إلى الوحدة 11 غذائي، ثم الوحدة 12 وهي الأخيرة في هذا الكتاب ترشيد الاستهلاك، وكان موضوعنا عن الماء.